بسلاح جو متهالك يعود إلى ثمانينات القرن الماضي. تجد إيران نفسها محاصرة بمئات المقاتلات الإسرائيلية التي تجول في سمائها دون رادع. وبينما ينتشي نتنياهو ومجلس حربه بضرب الدفاعات الإيرانية وتأخر وصول السوخوي 35 لطهران، يظهر في الأفق وحش باكستاني طائر بقدرات شبحية يحمل أسلحة صينية قاتلة لطائرات الاحتلال. رعب يحيط بجيش نتنياهو، فلا معلومات حول مدى وقدرات شبح باكستان القادم لإيران. فما هي حكاية هذه المقاتلة التي لجأت إليها طهران بعد تخلي الروس عنها؟ وما هي سبل الاحتلال لمواجهتها؟ الكثير من الخفايا والتفاصيل نكشفها لك عزيزي المشاهد حول مقاتلة البرق. تابعونا. برق باكستان الطائر GF-17. مقاتلة من الجيل الرابع المتقدم، متعددة المهام ورشيقة وغير مكلفة، وهي البديل الإيراني لاستبدال أسطولها الجوي المتقادم بعد فشل طهران في شراء مقاتلات G-10 من الصين وتأخر الروس في تسليم مقاتلات سوخوي 35. تمثل مقاتلة البرق نموذجاً للصبر الباكستاني والصيني، فلقد بدأت كفكرة عام 1981 واستمر العمل عليها حتى دخلت الخدمة عام 2007، وتعد أول تصميم باكستاني محلي بمساعدة صينية على قدم المساواة مع مقاتلات الجيل الرابع الغربية والروسية. بدأ العمل على صنع مقاتلة البرق GF-17 عام 1999 عندما وقعت الحكومة الباكستانية عقداً مع معهد تشينغدو الصيني للطائرات بتطوير وصنع مقاتلة محلية من الجيل الرابع. وكان العمل بطيئاً لصعوبة الحصول على حزمة إلكترونيات الطيران والرادارات اللازمة من أوروبا، ولكن تم تصميم جسم الطائرة بدون الإلكترونيات اللازمة في عام 2001. بعد ذلك تم تصميم الطائرة بالكامل وتم أول تحليق لها في عام 2003، ثم تم تسميتها في باكستان باسم GF-17، وعدل التصميم في عام 2006، وبدأت تجري عمليات تحليق تجريبية في عام 2007. صممت الطائرة في البداية كطائرة متخصصة في القصف الأرضي، ولكن تم تعديل تصميمها لتصبح طائرة متعددة المهام قادرة على خوض المعارك الجوية ومهاجمة الأهداف الأرضية في نفس الوقت. وتعتبر هذه المقاتلة الخفيفة العمود الفقري للقوات الجوية الباكستانية، وهي أكبر مقاتلة خفيفة في العالم. لماذا تخشى إسرائيل حصول إيران على مقاتلات البرق الباكستانية؟ لعل أبرز ما تخشاه إسرائيل هو امتلاك إيران لمقاتلة GF-17، هو تجهيزها برادار إيسا نشط مسموح ضوئياً متطور من نوع KLG-7 يصعب التشويش عليه، وهو قادر على تتبع من 6 إلى 8 أهداف والاشتباك مع 4 منهم. وبخصوص مدى قتالي لا تعلمه إسرائيل، خاصة وأن المعلومات عنه شحيحة. كما تم تجهيز المقاتلة الباكستانية بمجموعة من مجسات تتبع بالأشعة تحت الحمراء وأنظمة تشويش وحرب إلكترونية جديدة ونظام تحذير صواريخ ومستقبل تحذير الرادار RWR ونظام ملاحي من نوع INS وGPS. يتم تسليح GF-17 بمدفع رشاش مدمج من طراز جيريازيف شيبونوف GSH-23 لمهام الاشتباك القريبة، ولديها 7 نقاط تعليق صلبة أسفل بدنها يمكن أن تحمل ما يصل إلى 3700 كيلوغرام من الصواريخ والقنابل، والتي تتألف من صواريخ جوجو من نوع BL-15 بنطاق اشتباك يقدر بين 200 و300 كيلومتر، والنسخة الروسية القاتلة من صاروخ جوجو R-77 وR-27. كما تضم حمولتها صواريخ مضادة للسفن والرادارات وصواريخ كروز وقنابل عنقودية، وجميع هذه الذخائر يتم توجيهها بالأقمار الصناعية والليزر وتحقق دقة إصابة عالية. نظرة عميقة على البدن والهيكل الخارجي.
صنع بدن GF17 من السبائك المعدنية والمواد المركبة لمنح المقاتل وزنا منخفض، كما تم طلاؤها بمواد ماصة للأشعة الرادارية والتي من شأنها تقليص المقطع الراداري بشكل كبير. يبلغ طول هيكل مقاتلة البرق نحو 14.9 متر، والمسافة بين جناحيها 9.45 متر، وارتفاعها 4.7 متر، فيما يبلغ وزنها فارغة 6411 كيلوغرام، والوزن الأقصى للإقلاع يصل ل 12700 كيلوغرام. يتم تشغيل GF17 من طاقم مكون من طيار واحد، وفي نسخها الأولى كان يتم دفعها بواسطة محرك من نوع كيلي موف RD93، وهو نفس المحرك المستخدم في مقاتلة ميك 29. ومع بداية عام 2015 تم استبدال المحرك الروسي بمحرك WS13 الصيني، والذي يوفر قوة دفع كبيرة وكفاءة في استهلاك الوقود، ما يمنح المقاتلة الباكستانية سرعة قصوى تصل ل 1.6 ماخ على ارتفاع يقترب من 17,000 متر. ويمكن للمقاتلة الباكستانية أن تغير ارتفاعها بسرعة تصل إلى 300 متر في الثانية، وهي ذات السرعة تقريبا التي تحلق بها مقاتلة رافال الفرنسية. وتستطيع الطيران لمدى 3480 كيلوغرام، وتبلغ تكلفة الواحدة منها حوالي 25 مليون دولار. المزايا والعيوب. مع تأخر وصول مقاتلات سوخوي 35 إلى إيران، أصبحت الطائرة الباكستانية GF17 هي السبيل الوحيد لاستبدال أسطول طهران الجوي المتهالك، خاصة وأن المقاتلة الباكستانية قادرة على حمل مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأسلحة الصينية التي تشكل تهديداً كبيراً للمقاتلات الإسرائيلية، كما أنها مزودة بروابط بيانات جديدة وأنظمة حرب إلكترونية صينية محسنة تستخدم في مقاتلات الجيل الخامس، كما أن بدن الطائرة مغطى بألواح رمادية فضية تجعلها أقل وضوحاً للعين المجردة والأجهزة الكهرومغناطيسية. ومع زيادة نسبة استخدام مواد الكربون في بدن الطائرة، نتج عنها هيكل خفيف مع نسبة دفع قوية توفر لها مرونة عالية للغاية في العمليات الجوية والمناورة عند السرعات المنخفضة. وتشير التعديلات في المقاتلة ليس فقط إلى زيادة القدرة على المناورة، بل إلى محاولة لإعطاء فوهة محركاتها صفات شبحية كالتي تستخدمها طائرات الشبح الأخرى مثل F-35 و F-22. كما تحتوي على نظام سحب يسمح بتدفق الهواء بعيدا عن محرك الطائرة، مما يؤدي إلى خفض المقطع العرضي الراداري للمقاتلة. ومع كل هذه القدرات يظل المدى العملياتي للطائرة هو نقطة ضعف كبيرة، تعمل باكستان مع الصين على حلها من خلال تطوير محرك جديد. وأنت عزيزي المشاهد، برأيك هل تنجح مقاتلات البرق الباكستانية في ردع الطائرات الإسرائيلية؟ أخبرنا في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات.